تحية واجبة من القلب ومن العقل إلى القوات المسلحة المصرية، هذه القوات التي تحمي البلاد، تحمي الحدود، تحمي الأرض، تحمي العرض. فتحية، وهذه التحية معطرة بأسم آيات الحب والاحترام والإعزاز والاعتزاز والتقدير. القوات الجوية تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية، رصد وتتبع وتدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود. كما أعلن المتحدث العسكري استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات استعدادا للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية. وأسفرت العملية التي استمرت على مدار 48 ساعة عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل. ما جرى في الحدود الغربية، كنا نتحدث وننبه ونحذر ونحاول أن نشرح وننبه أن الحدود الغربية الغير المحدودة، هذه الحدود الطويلة، هذه الحدود التي ربما تعي أي دولة في العالم أن تراقبها، القوات المسلحة المصرية بتراقب هذه الحدود على مدار الساعة. وفور وصول معلومات استخباراتية، إنتاج المعلومة هو الأهم في هذا التوقيت، تم التعامل معها، ثم تم إصدار التعليمات، ثم تم التنفيذ، ثم تم النجاح، ونحن نتابع عبر هذا الفيديو. استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتجميع عدد كبير من السيارات استعدادا للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية. وأسفرت العملية التي استمرت على مدار 48 ساعة عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل، فيما استمرت القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.